ايه بقى السبب اللي بيوقف الناس من اتخاذ القرار او يخوفهم من ياخد قرار فعلا؟ اول سبب البرمجة الذاتية من الماضي، ان الشخص عمل حاجة في الماضي وحصلت له تجربة معينة ويكون بقى فشل فيها وبدأ يخاف انه يقرر ياخد حاجة جديدة، يخش في مشروع جديد، فالقرار ده خلاه ما يقررش بعد كده، فطبعا هو قرر انه ما يقررش. فالتجارب الشخصية والماضي بيكون اول سبب من الاسباب. بعد كده الخوف، خصوصا من ايه؟ الخوف من الفشل، ان الشخص خايف انه يفشل، وبعدين الخوف من المجهول، مش عارف ممكن يحصل له ايه، وبعدين بيخاف من الاستهزاء، خايف الناس تستهزأ بيه. فعارف لما توصل لهذا الخوف تلاقي نفسك احسن ما اخدش قرار، احسن ما اتحركش، احسن خليني زي ما انا. من ضمن الحاجات ممكن تخليك تغير قرارك او ما تخش قرار المؤثرات الخارجيه، تلاقي مثلا حد عايز ياخد قرار عاوز يسافر بره يكمل تعليمه، وبعدين حد يقول له حاجه يغيره افكاره. فانت عارف العيشه في الماضي او المؤثرات الخارجيه او التاثير باراء الناس ممكن يخليك ما تقررش حاجه عاوز تعملها. ايه تاني؟ حاجه انا بسميها منطقه الراحه، منطقه الامان. انت عارف في جراد من صنف من اصناف الجراد اسمه جراد النطاط، حطوا جراد النطاط ده جوه ازازه ميه ثلاث ارباعها مليان، وراح حاطين فله جامده، فالجراد بدا ينط فبيخبط في الفله فبيتوجع، فلما كررها اكتر من مره وبدا يتوجع بدا يتبرمج ان لو نطيت هتخبط، فراح واقف ما اتحركش، راح شايلين الفله. عارف عمل ايه؟ ولا حاجه، ما نطش. ما نطش ليه؟ لانه تعود، اتعلم في معهد الناس كده. الناس لما تحصل له مشكله مره واثنين وثلاثه ما بينطش، ما بيتحركش، اتعود على كده. لكن انت ما تعرفش ايه اللي ممكن مستنيك بره. فالبرمجه الذاتيه واللي حصل لنا في الماضي والتجارب الشخصيه واراء الاخرين ممكن يخلينا ما نعيش احلامنا. عشان كده مجرد ما تقرر وبعدين بتكتب قرارك وبتكتب حلمك وتديله اسباب، بتديله رغبه وبتحس بالرغبه دي وتغمض عينيك بالفعل الداخلي وتشوف نفسك وانت بتحققه، مش لما كل حاجه سهله. لا، وده الغلط في التخيل الابتكاري، الناس تغمض عينيها شايفه كل حاجه حلوه. بالعكس، انا عاوزك تغمض عينيك وتشوف كل حاجه صعبه وانت بتحلها، لان لما بتحلها جواك بتحلها بره، وهو ده الغرض من التخيل الابتكاري.